وهنبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي تأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعد مع ريال مدريد الإسباني بعد ما حقق الفوز على سياتل الأمريكي بنتيجة 1-0. سجل هدف المباراة محمد مجدي أفشة. وبعد ما خلصت المباراة حصل محمد مجدي أفشة لاعب فريق النادي الأهلي على جائزة رجل المباراة، وده بعد تسجيله الهدف الوحيد في المباراة وتقديمه لأداء فني قوي خلال أحداث اللقاء. مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي أكد أنه سعيد جدا بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، وأكد كمان أن مباراة ريال مدريد هتكون تحدي كبير، وقال كمان شيء عظيم أننا نواجه فريق كبير زي ريال مدريد في نصف النهائي، علشان كده هيكون في تحضيرات نظرية وفنية كتيرة خلال الفترة اللي جاية علشان نستعد للمواجهة. محمد الشناوي قائد وحارس مرمى النادي الأهلي كتب اسمه بحروف من ذهب بعد ما حافظ على نظافة شباكه أمام سياتل الأمريكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية واللي انتهت بفوز الأهلي. ووصل الشناوي للمباراة الرابعة اللي بيحافظ فيها أو بيحافظ على نظافة شباكه فيها من أصل 5 مواجهات لعبها في بطولة كأس العالم للأندية، وبكده بيتساوى مع الحارس الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونخ في 4 مباريات، وبيتصدر قائمة أكثر الحراس حفاظا عن إضافة شباكه. المنتخب الوطني لرجال التنس حافظ على مكانه في المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز بعد الفوز على منتخب باراغواي بنتيجة 3-2 في الجولة الفاصلة للبقاء واللي اتلعبت بينهم على نادي الجزيرة، وشهدت المواجهة أحداث قوية وفضلت النتيجة معلقة لحد المباراة الأخيرة والفاصلة. أتلتيكو مدريد الإسباني يتعادل بنتيجة 1-1 مع فريق خيفاتي في اللقاء اللي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني للموسم الحالي، ورفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 35 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وخيفاتي وصل للنقطة 18 في المركز 19. فريق روما حقق فوز صعب على فريق إمبولي بنتيجة 2-0 خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الدوري الإيطالي. بالنتيجة دي بيحتل روما المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، وإمبولي في المركز العاشر برصيد 26 نقطة. حقق فريق مانشستر يونايتد فوز صعب على حسابه أو على حساب ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد. بالنتيجة دي بيحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، وبيحتل كريستال بالاس المركز 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة. فريق ليفربول الإنجليزي خسر من ولفرهامبتون بنتيجة 3-0 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وبيحتل فريق ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز 15 برصيد 20 نقطة. خطف فريق إيفرتون فوز غالي من أرسنال بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب جيسون بارك في الدوري الإنجليزي، وبالنتيجة دي لسه أرسنال بيتصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة عن أقرب منافسي مانشستر سيتي برصيد 45 نقطة، وقفز إيفرتون المركز 16 برصيد 18 نقطة. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع جمانة وشاذلي. بشكرك يا رامي، شكرا جزيلا.